بروح هيجيني. معكم نوح محمود الياس، متطوع في الهلال الاحمر الجزائري، وفي عمليه ختام الاطفال بمناسبه مولد النبوي الشريف. وكما متطوعين ومسعفين في الهلال الاحمر، نحن مشاركون في هذه العمليه في مستشفى عبدي غزالة بمناسبة المولد النبوي الشريف. قمنا بختان الأطفال المعوزين والمحتاجين والفقراء، والبارح درنا لهم حفلة، قدمنا لهم الهدايا لكل الأطفال ودرنا لهم حفل، واليوم رانا جايين هنا في المستشفى نقوموا بالعملية. والحمد لله العملية راهي مليحة، ونترحموا على الشهداء تاعنا ليبيا. بمناسبة مولد النبوي الشريف، نشكر جمعية الهلال الأحمر اللي راهم قايمين بينا، وأنا فرحانين بأن يطهروا ولادنا.